حسبي الله ونعم الوكيل. ولكم طلعوني وليدي. حسبي الله ونعم الوكيل. ولكم راجل اموت من يد منه تقبلوني دفنوني البلدية. صرخة مبحوحة من بين آلاف الصرخات الداعية لإطلاق سراح المعتقلين في سجون حكومية وأخرى ميليشياوية داخل العراق. اعتصامات وتظاهرات لذوي المعتقلين خرجت أمام مجلس الوزراء في بغداد أملا في تغيير الواقع القاتم وإطلاق سراح أبنائهم الذين زج بهم في سجون حالكة بتهم كيدية على الرغم من براءتهم بحسب ما يؤكد ذووهم. ولدنا جوا زين مظلومين، لا قتل عندهم لا سرقات عندهم، والله العظيم تهم كيدية زين، ويطببون مكافحة يريدون عندهم 50,000. أي واحد يجي يريد حاججنا نطيه دليل بأنه ولدنا أبرياء، ما لا قاتل لا بايك لا سالم، مخبر سري، دعاوي كيدية، دعاوي كيدية ثلاثة أرباعهم. أوكي يعني ساعدك أنت أبو سيف هنا ابن يبيع ويشتري بالسيارات، فرالة وحدة ذبوا أربع عراب، ابن أبو أحمد مصارع أول على العراب، هذا بطل العراب، أول على العراب والله بطل، الذب أربع عراب شنو. أما عن الأسباب الرامية إلى عدم إطلاق سراح الأبرياء رغم صدور أوامر حكومية بالإفراج عنهم فيعد الابتزاز المالي أبرزها، حيث أضحت العدالة المشوهة السمة الأكثر وضوحا للقضاء في العراق. القاضي للشدات وأكو عنده وكلاء جوا إيده تطينا 10 شدات، قال لي تطينا أول مرة قال تطينا 10 شدات، واحد ما أعرفه والله، قلت له عم شو أطيق وذا راح، قال له تطب قدام 5 والباقي من النجاح، قلت له والخمسة ذا، قال يرحل الخمسة إذا ما طلع بلك، قلت له عم أنا ما عندي شدات، يعني هيك المصيبة يعني حكومة ودولة هي هاي. مطالبات وأصوات شعبية تتعالى لوقف تسييس القضاء وانتزاع الاعترافات بالإكراه واتباع أبشع وسائل التعذيب بحق المعتقلين والإهمال الطبي، أساليب قمعية تنتهجها السلطات الحكومية منذ أكثر من عقد ونصف العقد في العراق الجديد، حيث تختل موازين الحكم وتختل معها موازين الدولة التي تدق مسمار نعشها الأخير بفساد قضائها.